كويس دواء كويس دواء كويس دواء ولنا ودير الصواب كويس دواء. محمود ما ليه بيرقصوا زي ستات؟ من طريقتهم كده. أنا قريت في ملف إنهم بيتجوزوا بعد سن 40. آه إيه؟ مش عارف والله، يمكن عشان ما يتلهوش عن الشغل، دول أصلهم فقراء أوي جايين من أماكن فقيرة، والأجواد بيدوهم مأوى، هما تقريباً عبيد عندهم. حتى لما حاربوا معاهم، تلاقي جزء من دول مع الشرقيين وجزء تاني مع الغربيين.